كان عمري موهبه في سبيل الله. السلام عليكم. يا لالا عمري مربو في سبيل الله. السلام عليكم. فيديو جديد طنارة قشاب. فيديو خاص على ماذا وقع في الفنيدق هاد اليامات، ماشي حتى لو كانز، حيت القضية كانت لو 14 ولو 15 وحتى لو 16. دونك هاد التلت ايام اللي دازت تقريبا البارح ولا البارح ومن قبلو، انا نهضرو مزيان في الفيديو عليها، حيت بيان سور تحت ما غادي يبغي هادشي، حتى مغربي ما غادي يبغي بحال هادشي يوقع في بلادو، وكاين بزاف د العوامل داخله في هادشي. نحاولو نهضرو على كلشي ونهضرو اون جينيرال كيما تشوفو. كانت واحد الهاشتاغ هضرت عليه في الفيديو اللي فات، ولكن ما كانش عندي المعطيات كثر باش نهضر بتعمق. دابا بلاكس، دابا ملي وقع داك الشيء عندنا المعطيات كاملين لا اله الا الله. كما تشوفوا هذاك الهاشتاغ، شي واحد طلق واحد الهاشتاغ نتاع اننا نتلاقاو لو 15 في الفنيدق باش نديرو هجره جماعيه سريه علانيه للخارج زعما السبته. المهم بيان سور هي الخطا ما تدخلش العقل الناس اللي عاقلين، وتيقوها الناس اللي في عقلهم الحريق وهذا وشحال من حاجه، والناس اللي واصله فيهم العظم وشحال من الناس. المشكله ماشي مغاربه، جاوا الناس بزاف اجانب دخلوا في هذا الموضوع هذا كامل ولا لا. يلا كما تشوفوا قال لك ناس ضربوا الطرقان من الدول العربيه والدول الافريقيه باش جاوا يحرقوا نهار لو 15. المشكله بيان سور البوليس بيان سور المخابرات المغربيه وكل شيء فراسو، دونك وجدوا لهم مزيان، ميم سي وجدوا لهم جاوا. قال لك شو عزين تلاقوا في الفيسبوك هذا الهاشتاغ، قال لك ان بغات تكون هجره جماعيه لاوروبا. الدول العربيه والافريقيه بزاف دخلوا في هذا الموضوع، هادو منهم جزائريين توانسه مصريين سوريين، ما فهمتش كيفاش السوريين اش جابوهم لهنا، هادشي اللي سمعت. المهم قال لك بغيت يدخلوا لاوروبا عن طريق المغرب، بحال حنا طريق هنايا. واخا سيدي ايوا بيان سيغ ناض ليهم السي الحموشي وطوق الطريق جوا وبرا وبحرا. المهم قال لك اللي بغى اوروبا، صراحه اللي بغى اوروبا يصاوب الوراق يدير، علاش ماشي كلشي خصو يكون قانوني، يبغى اوروبا يمشي ليها الله يسر ليه. ولكن قال تا سيتي قانونيا انا ما كاينش هنا الفوضى، البلاد ماشي ديال الفوضى، هيا كاينين مشاكل وكاين هذا، ولكن البلاد ماشي ديال الفوضى، لا ماشي بهذه الطريقه هي. دونك بيان سور كما قلت في الفيديو اللي فات، هاد مول هاد الهاشتاغ هذا راه خاصو اقصى العقوبات من الاخر، مول ولا موالين. وانا تنشك حيت على حسب ما قريت فواحد الصحيفه تتهضر ان المخابرات براسهم ذكروا هاد الهضره، ان الاي بي ما عنديش الخبر اكزاكت 100%، ولكن قال لك لي زي بي ديال هادوك صحاب الهاشتاغ اللي طلونصا من عندهم الهاشتاغ، لي بي ديالهم خارج المغرب ولا معات وحده في وسط المغرب، والباقي كاين شي في الصبليون شي في الجزائر شي في تونس، باش تعرفوا اعداء المملكه كثار. علاش اي بي نتاع نتلاقاو في المغرب باش نحرقو جاي من بادي من دول اخرى خارج المغرب، يعني القضيه راه مشكله هذه، والله يكون في عون المملكه المغربيه الشريفه، والله يكون في عون وليداتنا حتى اللي المغاربه اللي استجبوا لهذا الهاشتاغ الخاوي. ولكن علي لا الله دابا نهضروا مزيان في هذه المواضيع هادو، باقي الفيديو طويل. كما قال لك اللي بغى يصوب، اللي بغى اوروبا يصوب ورقها، ولكن ما يمكنناش نخرقوا القانون، ما هادشي اللي كاين. اوكي ولكن بلاتي كاين الفيديو، هادو لقطات ما قبل لو 15. فنيدق هي مدينة صغيرة كنت فيها في الصيف،
مدينه صغيره تخدم بزاف بالتجاره وبالسياحه، وهي اقرب نقطه لي ثابته حيت في البحوره ديال المدينه ديال الفنيدق، ماشي البحوره الاخرى، البحوره ديال المدينه ولا البحر ديال المدينه في الفنيدق تيطلع على سبته عبر البحر. بيان سور كاينه مسافه ولكن كاين الكرياج وكاين كلشي. و كما قلت لكم كاين واحد القانون، كاين واحد القانون في اسبانيا، المخابرات المغربيه عيا وما يهضروا معاهم في اسبانيا انهم هذا القانون خصو يتحيد. ما عرفتش علاش في اسبانيا بغاو هذا القانون حيت داير مشاكل هذا القانون، ان اي قصير وصل عندهم حريق ولا كما كان المهم دخل عندهم سواء في اسبانيا سواء في سبته، المهم القانون نفسه حيت اسبانيا زعما، ان اي قصير وصل عندهم تيتيو هذوك المنظمات الاجتماعيه ديالهم، يعني ما تيردوش الكبار تيردوهم بيان سور، ولكن اي قصير تيقبطوه ويتيو. هادشي اللي استغلوا دابا القاصرين، هذا القانون هو اللي مستغلينه القاصرين. علاش تلقى القاصرين كاع ديامات اللي دازهم شي بحريات 3 ايام راه دابا شهر ونص ولا شهرين، الناس والقاصرين تيهربوا تيقطعوا البحر لا سميتو بالتخبيه تما كانت الضبابه ولا شي حاجه تيقطعوا البحر لسبته على قبل هذا القانون هذا. الصبليون ما معاوناش من الاخر ويكون خير ان شاء الله، والله يرد حاجه اي حاجه نتاع مولاها لمولاها يكون خير ان شاء الله. شو قيت هذا الموضوع، سامحوني ضغط عليكم الفيديو، لكن باقي الفيديوهات طوال باقي نحللوش. بيان سور الشرطة والدارة كل شيء داخل في الموضوع حاجة عادية. الفنيدق مدينة صغيرة كما تتشوفوا هنايا، هنايا على اليسر كاين البحر وهنايا على اليمين كاين المدينة صغيرة فيها الداخل شوية، ولكن هذا هو الطريق الرئيسية في الفنيدق، هي هذه اللي كبيرة تجي وتجيب، وإلا مشيتي كملتي معها تتمشي تتوصل لتطوان والكمالة. سامحوني هاد اللقطات بزاف شحال من واحد غادي يضر خاطر، ولكن هادشي اللي وقع خصني نحضر لكم اش وقع باش نحللو هادشي مزيان. موسيقى ما ضروريهاش هادشي في معبر باب سبته، فيديوهات بزاف كانوا بحال هكا، انا حاولت نحضر لكم بشي شي شويه منهم باش تشوفوا اش كاين هانتوما. اخيب حاجه ان كانوا ناس كبار، ناس كبار، عيالات كبار، بنات صغار، دراري قاصرين صغار، حتى شنو 10 سنين، 10 سنين حتى هو بغى يحرق خطا صعيبه. كانوا عيالات امهات خلاو ولادهم وجاو بغى يحرقوا، هذه الخطا اخرى نتاع قال لك بغاو يدخلوا للسبته تيطالبوا يدخلوا للسبته. علي لا الله شبي نقول لكم دابا خصنا نلقاو حلول، حيت كاينين شباب بزاف بحال هكا اللي دغيا تتلعب ليهم بعقلهم، خصنا نلقاو حلول صعيبة هاد اللقطة هادي. اسبانيا بيان سور
فرحانه باننا انه فرحانه بالجهود ديال الشرطه وديال الطرق المغربي اللي بيان سور داروا احباط لهاد سموهم ما هجمات 15 سبتمبر. كان تخريب ديالنا شباب ديالنا وبياس كما قلت لكم كانوا ناس اخرين داخلين في وسط هذاك الشيء ولكن التخريب ما يبقى يحيد الناس الفنين دقتي تشكاو دابا ندوز لكم فيديو على هاد الهضره هادي بحال دابا هاد اللقطه شو واحد 10 سنين عنده ها هو طفل حتى هو باغي يحرق ما خبطوه تيهضروا مع البوليس تقرا وتكون زوينه تقرا تكون ان شاء الله طبيب ديال القرايه ما عارفش هذه هي المشكله ملي تتعمروا ليك راسك عاوتاني هادو هادو نتاع نهار الاثنين دوك اللي دوزت لكم قبل نتاع نهار 15 هذا نهار 16 في البحر لي تيسول على زعما ملي تيقبطوهم هكا اش تيديروا ليهم اغلبيتهم تيردوهم ولكن ما تيردوهمش لمدينتهم بيان سور بعد التحقيق معاهم ما تيردوش لمدينتهم تيردوهم لابعد نقطه ممكنه على الفنيدق على البلاصه اللي بغا يحرقوا منها باش ما يعاودوش يرجعوا باش يقلبوا انهم يرجعوا للمدن ديالهم هذه طريقه و بيان سور شي وحدين اخرين بعد التحريات يقبطوهم بحال اللي جاي باش يحرق من بلاد اخرى ما مغربي ما والو هضر على لي جون المغاربه اللي هذا تيردوهم كاينين ناس بزاف حاولوا ما خلاوهمش حتى يدخلوا للفنيدق حيت كاين ناس بزاف ردوهم كانوا الكيران طاكسيات داكشي جاي
في القبائل في الدخلات في طنجة تيردوهم اي واحد تيطلعوا لا كارت ما المغربي ما مغربيش تيهبط باش باش بيان سور ضروري خصهم يشوفوا القضيه اش فيها اش تدير علاش جاي هنا وشحال من حاجه حيت هادو ظروف مختلفه ماشي سياحه هنا ما بقيتش السياحه دابا ضروري التحقيق معاهم واللي مغاربه اللي عنده لا كارت راه تيردوه لابعد نقطه ممكنه بيان سور كاين اللي كل واحد فين حطوه واللي ما عندوش لا كارت مو مواضيع اخرين هذوك ما عرفتش اش تيديروا مع اصحاب الخاسرين واش تعاودوا يردوا من والديهم ولا المهم طب ما بيان سور تيخصهم تحقيق حتى تعرف اش كاين حيت حشومه دوك قل من 10 سنين ولا قل من 13 عام 14 عام وتمو بيحرقوا شكون هذا اللي دخل هذه الفكره نتاع قل من 13 عام 14 عام يمشي يحرق شكون هذا اللي دخل ليه الفكره في عقله هذا الشيء صعيب ولكن كل شيء ليه حلول الحمد لله خصي الالتزام والعزيمه اننا نزيدوا لقدام بلادنا ونقادوا هذا الشيء كامل وبيان سور خص الظروف يتحسنوا دابا نهضروا في هذا الموضوع هذا حتى هو بحال هذه اللقطه حتى هي قلقاتني جدا بالخير الله يرحم شوفوا معايا هذه اللقطه هذه ام جايه تجارات الفنادق حتى هي ماشي باش تحرج جايه مسكينه باش تقلب على والدها حيت سمعت انهم جاوا ما عرفتش واش نقدروا نهضروا في انها ما محافظاش على والديها على ولادها ولا هذا لا حيت كاينين اللي ما مديناش في ولادهم ما كايناش التربيه الصارمه ما كاينش سميتو وكاين اللي بحال هاد السيده هادي قالت لك غفلوها في ما كاملاش قالت لك كانت معاهم تضحك معاهم وغفلوها في شي ربع ساعه نص ساعه غفلوها وزادوا باش انهم تصور ان البنت عندها 13 عام ولا ما شحال قالت الدري عنده 10 سنين غفلوها وخرجوا جاو شدوا الطريق مع الصحاب ماشي بوحدهم بيان سور كان الجروب يعني الحومه وداكشي كامل بزاف د الحوايج متدخلين منهم هاد الهضره نتاع نتاع وسائل التواصل الاجتماعي خصهم يتدار لهم شي حل حيت بحال هاد الهاشتاغات شو هاشتاغ نوضات البلباله في المغرب ليكم الوالدين اللي شاف الوليدات ديالي البنيت اسمها دينا الصو العمر ديالها 14 سنه والوليد اسمه ادم الصو العمر ديالو 10 سنين الله يجازيكم بالخير انا جيت من القصر صغير من البارح وانا هنايا كنقلب وكنمشي ومشيت للخيريه ديال مارتيل قلبت في الغابه ما خليت فين قلبت في المقبرات ما خليت فين قلبت حيت الوليدات ديالي كانت عندهم الفكره ديال انهم يحرقوا كيسمعوا هذاك الشيء في الفيسبوك كيشوفوا هذاك الشيء منشور كيقولوا لي ماما ما عندنا ما نعملوا في المغرب نمشيو نحرقوا العيل صغير دخلت له هذيك الفكره في دماغه والبنيته حتى هي كذلك الله يجازيكم بالخير الله يرحم لكم الوالدين عملوني اختكم ديروني بنتكم قلبوا معايا على وليداتي الله يجازيكم بالخير الله يجازيكم بالخير الله يرحم لكم الوالدين راه الكبده ديالي تشوات راني كنتقلى خوتي الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بالخير جيت ماشي اول مره جيت شي خمسة المرات وانا كنمشي ونجي كنقلب في الكيران كنسقسي المخازنية كنعطيهم التصاور ديالهم يدخلوا يفتشوا لي نعم خاي كنجي الباب سبسة باش نفتش على وليداتي كنسقسي المخازنية باش يدخلوا يقلبوا لي في الكيران يبقاو يكونوا جابوهم من الغابة خايفة لي يتكرسوا لي على وليداتي الله يجازيكم بالخير باقين صغارين ولا الزنقة ما كترحمش ما بيناتنا شي بزاف كانوا معايا في الدار نص ساعة نص ساعة كانوا معاها في الدار نص ساعة غفلوها وجدوا كما تشوفوا السيدة مسكينة الله يسر لها إن شاء الله الله يرد لها وليداتها حيت هادشي ما هو هذاكش هاد اللي بحال هاد الدراري صغار بحال هكا شكون هذا اللي دار لهم وفي القصر الصغيرة قريب شوية لتما ولكن كومي شكون هذا اللي دار لهم هاد العقلية نتاع الحريق في دماغهم هادي هي مشكلة كبيرة إن شاء الله يتحسنوا الظروف باش أن هاد العقلية ما خصهاش تكون ما يفكروش فيها سورتو لي جون بحال هكا باقي تيقراو خصهم يقراو علاش بغي لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله انتم ما تشوفوا هل شتي وقع بزاف من الحالمين كي تنتسموا تيتسميوهم دابا الناس اللي تيحلموا تيسحبهم واش الا مشاو الا حرقوا راه صافي الدنيا بغات تقاد الاحلام الله يحفظ احلام اللي ما نافعين لوالو احلام اليقظة
حنا هما المتضررين. إما قلت لكم الساكنة ديال الفنيدق تضرروا حيت كانت الفوضى، كانت شوية الفوضى، ناس يتضرروا الساكنة، انت نسمعوا من عندهم ديريكتوم أولين. بعدا حنا اللي جينا في الواجهة، أي حاجة اللي كدوز كدوز علينا حنا الأولين، أي واحد اللي كيجي كيقصد هاد الشارع هذا تولت بالفوضى بالصداع، شي كيضرب بالحجار شي كي اليوم هجموا واحد الهجمه يعني اللي ما كناش كنتصوروها، كنا كاع ملي جا المخزن البارح والبارح كنا ربما غادي تكون خفيفه ما غيكون حتى شي حاجه، ساعة اليوم انت كتشوف تبلبلات وبقات الحجار وبقى الصداع العافيه تدخلات ديال المخزن، هذا هو حنا هادشي هذا يعني ولينا معبر ديال المشاكل كاملة تجمعات علينا حنايا في هاد المدينة هادي، لأن أي حاجة كتنزل علينا حنا. علاش؟ لأن شدونا باب الديوانة بعد أولا كانوا الناس خدامين وكيترزقوا الله وما كان لا صداع لا حتى حاجة، من بعد ولا أنت كتشوف دابا شنو ولاو الناس كيموتوا في البحر، ولاو الناس كيتقاتلوا هنايا أنت كتشوف على حالة، ولات المهم ولينا واحد متهومين. دابا في الاول كنا مهربين، دابا ولينا مستهدفين بالهجره، يعني فين ما كان شي واحد في المغرب كيتكب هنا، وشكون اللي كياكل الدق هما الساكنه. هادشي ما كيبشرش بالخير فهمتي، هادشي ماشي مزيان، كيعطيو الضرب بزاف الدوله ديالنا فهمتي، اكثريه الناس كاستيه. ما نكذبش عليك حنا عشنا شي حاجه بحال الرعب فهمتي، يعني راه هادشي ماشي عادي فهمتي، كلشي كيضرب وكلشي شي كيهرس فهمتي، الدارات الدولة بزاف هادشي هذا فهمتي. كيما شفتو فليدغ سكينة مدينة صغيرة، كانت هي أقرب نقطة لسبتة كما قلت لكم، باقية زعما هي أقرب نقطة لسبتة، كان التعاملات مع سبتة مع لي برودوي ديال الصبليون هذا، كان الخدمة محركة. ملي ما بقاش داك الشيء راه المدينة شوية ولات ضعيفة من جهة التجارة، سيرتو من هذاك الشيء كان بيان سور ملي تسدو المعابر، ودابا زادت تكملات ولا الحريق. والله يدير شي دويت الخير هادشي اللي نقولو، هادشي راه الله يحفظ ما هو داكشي. قال لك في وسط هداكشي كامل شو واحد الجزائرية في الفنيدق حاملة، حاملة وطلع على الجبل بهكا بالحمل ديالها. قالها كما شفتو السلطات راه تيتعاملوا معاها بأحسن ما يمكن. ايوا نسمعوا بحال هكا السيد هذا اللي قال لك قابله كل شيء، قال لك كل الفخر للأمن الوطني السبوعة كل ما تحمله الكلمة من معنى، وفخورين قال لك بلاد بلادي الأحرار فين ما كانوا تاج العز والشموخ، الله يستر غطاكم ويزيدكم قوة على قوة التصدي لأعدائنا بالداخل والخارج. والحمد لله على نعمة أننا من المغرب، الحمد لله ديما تنقولها أرض الشرف وأرض الخير، كاين مشاكل بيان سيغ أكيد غيكون ليها حل.